ما طاح الجمل كانت حمولة ثقال علي من هالسكاكين الحصل عثرة يطعنوني وأقول لهم جزاكم خير القصب لو ما الطعن ما طلع بي نبرة صعدوها قبل بس هسه شبعوا طين الماضى برجله فوق صفاحة الشمرة عذرا للنهر شي سهل ما مر بيه وما عبره لأن ياهو اللي يجي عبره أدور وين اللي يتعبني من نقضيه الليل بلا عشق لو موت ما سهرة على شيخ الطيور أفرض فرض لو ريد هذا الطير أريد يطيح لو خزرة دارت والربع يجفون من الدور مثل ظلك إذا جليل يتبره ربعي ومن أضوق القهوة ينذكرون رغم مرهم أحس بداخلي يعيشون بملقاهم أوزع ضحك علي يبكون أقول أن يا هلا وبلا هلا يردون يغند بوجهي لو من بيتنا يطلعون الحمض الفاهي يم مرور تلي يجفون بلبل ديرتي لو غرد يعيبون وعلى سكتة بلابل غيرنا يصفقون ناس بلا شغل وهواي ينتقدون لو يطلع نبي بي مشكلة يخلون شايلكم بدي مو كافلة تحفرون منطيح قبالكم هم انتم تطيحون الله يعين ابوي بجثتي شيعون ويشوف اثنين من ربيعتي يضحكون ربعي ومن يجوني ما امد سفره لان عزازه حطماعوني على الغتره خفت جمر الحرقني وربعي سمعوا بي ما رقضوا علي هفوا على الجمره يتلقوني شبق شلع خدود البوس ورد منهم هدوم من الطعن حمره ورد منهم هدوم من الطعن حمره يصعدون على كتفي حتى ينشافون واقول ان هي هاي سوالف الشجره الصاحب ضب ضب لو ردت تكشخ بي المحابس تفهذا ما تخنق الشذره اقبال الما دروا رتحت خلي يدرون ورت اكشفهم واستحي من العشره احبتنا مشاهدين قناه الايام اليوم حلقه استثنائيه حلقه مليئه بالحزن والشجن العراقي الجنوبي راح نسافر بحياة شاعرنا وأستاذنا الكبير محمد المياحي أبو عباس يرويها ابنه الحبيب كرار المياحي حبيبي حياك الله وكل الهلا حبيب أبو الأكبر تحياتي إليك وشكرا لك على هذه الدعوة وتحياتي للكادر وللمخرج الله يسلمك وللمشاهدين عظم الله أجرك إن شاء الله أجرك الله يعزك صراحة فقد والدك حزن عراقي مو حزن من بيتكم ولا حزن محافظة البصرة حزن عراقي لأنه محمد المياحي يعني أحكي لك بصراحة أنه أنا شخصيا كنت يعني أسميه الفهرست أنه أي شغلة تحتاجها تاريخية كذا تسأله وكأنما مكتبة شعبية متنقلة نعم أنا أريد أتحدثنا شوية سولفنا عن الوالد الأشياء اللي مو كل الناس تعرفها عنه ولو بشيء مختصر والله يا أبو الأكبر عن الشعر ما راح أحكي عن الشعر الناس اللي تعرف محمد المياحي فما له داعي أحكي عن الشعر نعم أما داخل البيت إيه سولف لنا داخل البيت علاقتنا ووالدنا علاقة من جهة تتباوع له كأب من جهة تتباوع له كأخ من جهة تتباوع له كصديق منين ما تباوع علاقتكم يعني بي قوية علاقتنا قوية جداً يعني تحسبك صديقك ماكو بيناتكم اي حدود حمراء ماكو ابد ماكو علاقتنا جيده جدا حلو يعني يزعل
بالزعل ماله شلون صديق على صديقه يزعل. تجي الشاقي تجي بالبيت يرضى. هو الرجل الرجل حنين الى درجه، الرجل مسامح. الفيديو اللي نشر مال المقبره سولفنا عنه. بالمناسبه يا ابو الاكبر، من توفى عمي الحد من توفى والدي مره واحده راح للمقبره والدي يزور قبر اخوه اللي هي هاي. هاي لا قبلها، قبل الاربعينيه باسبوع تقريبا راح شاف اخوه، بس هم متاذى حيل، فاحنا ما نخليه يروح للمقبره لان نعرف صحته تعبانه. فهاي جيته الاخيره، هو بالبيت ما يستقر، قدامنا يضحك يسولف ما يبين الحزن، بس من ينفرد بعد احنا ندري به. البكي الليل كله ما ينام، الله متاذي حيل، انكسار مو طبيعي والله. فمن راح للمقبره هاي الروح الاخيره من عندها توفى بعد. هو من شاف اخوه وشفت المقطع، كلكم شفتوا المقطع، طلب من صديقه قال له تصورني وتنشرني. جيد. ابوي بحياته ما طالب من شخص. شنو حكى بالمقطع؟ بحياته ما طالب من شخص يصوره وينشره، تعرف بعد التهم. جيد. بس بهاي اللحظه اللي صار بيها التصوير، انا حسيت اكو رساله يريد يوصلها لك للغير، لنا احنا عائلته. اها نعم. شنو مضمون الرساله؟ مضمون الرساله التسامح عن كتالة اخوه. اذا سمعت المقطع، هو يقول له يا علي بطيت عليك، يا علي العين وصبيها بطيت على ثارك. الله. يا علي العين وصبيها، هذول ولدي وانت اخوي يا علي، شو اسوي؟ ويدق على نفسه. شفتوا المقطع بعد؟ نعم. شفت قد مؤلم. فاحنا انا من خلال علاقتنا بوالدنا افهم المقصود، فهمت شنو اللي بداخله، فهمت شنو اللي قصده. فهو سبحان الله الرجل يعني كان هو قال له هيجي ايام واجيك او احجز لي مكان. بنهايه التصوير الشخص اللي كان وياه يقول من سدينا الكاميرا سدينا التصوير اخر شيء دق على قبر اخوه قال له احجز لي مكان انا جاي لك. ابو الاكبر ابوي من طلع من البيت يدري بنفسه بعد ما يرجع. الله بالله، يعني المواقف والشغلات اللي سواها تحس اشتياق. اشتياق الأخو. شنو قلت أنت؟ اشتياق الأخو، ما ارتاح من توفى عمي. شنو قلت أنت؟ قلت شني شنو اشتاقيت يم عمي رحت يمه. ردت ترثيه لو يبري لك الذمه. شنشتاقيت يم عمي ورحت يمه. ردت ترثيه لو يبري لك الذمه. اطلاب مو بعيد اصبيها ويه العين. اطلاب مو بعيد اصبيها اصبيها ويا العين. قلتها من بعد بس خلفت لجمه يا ابوي. يا أول بشر رايح، يا أول بشر رايح، يا أول بشر رايح ما ورا جناز. الله. يا أول بشر رايح. أصعد 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 أصعد. يا أول بشر رايح.
أول بشر رايح ما ورا جناس وانت أول جنازة جفوف هالطمة يا أخ محمد هنا يا أبوي الله تعالى انت الواعدت ابن أمك باكر كون بصفتنا من تلواعدت ابن امك الله اي الله باكر جاي لك احجز لي مكان جاي لك الله 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 يرحمه شكرا لهذا الوفاء كرار بالاكبر عزيزي ربي يحفظك ان شاء الله يعني بصراحه كل احنا نعرف انه الوالد توفى الله يرحمه مو بالبصره مو بالبصره هي هنا سولف لي هاي الاجواء هي هنا الاسم ابو الاكبر الامام علي عليه السلام سلام الله عليك سيدي ومولاي سالوا شنو اصعب من الموت فراق الاحبه فراق الاحبه كنا ندرب هذا الشيء بنفس الوقت انت اذا اكو شخص عزيز على قلبك عزيز الى درجه من تقول عزيز يعني ماكو شخص يتفوق على المحبه اللي تحبها انت تودع العفو تفارقه بدون وداع الله اكبر اتفارقه بدون داع ابوي يعني من يتمرض احنا اخواني يعني شوفه شلون بدينا هيك بنا هيك يصير روحه بينا ابويا كرار ابويا عباس ابويا حسن ابويا منتظر اها يعني يصير روحه بينا يلزم يدينا ويشيل المستشفى هيك يعني يما يباوعنا ويحتاجنا تمام يحس بامان وطمئنان زين انت ضلت تتخيل مات عنك بعيد هو التخيلات تجي براسك شنو اخر كلمه راد يقول لك شلون نظراته كانت من يباوع وماكو واحد من ولده شنو يعني قلت عنه كرر شنو قلت عنه قلت وموتك غربة تلفت ظل علي انا يا ابويا
تلفت ظل علينا واحنا مو قربا رحت لك حالي حال الناس يا ابويا ايش كثر صعبه الله صعبه الله رحت لك ابويا رحت لك رحت لك حالي حال الناس يا كثر صعبة ياهو الغمضها عيونين نشدك يا الدكتور نشدك الله ياهو الغمض عيونين من يمك يا ابويا ظل تتخيل منو شالك رحنا لقينا والدي مشرح ابو الاكبر لقيناه مشرح ما لحقنا عليه ما لحقنا نودعه ما لحقنا نسمع اخر كلمة من عنده شنو راد يقول لا اعتراض على حكم الله الله يرحمه ماكو اعتراض على حكم رب العالمين اسمح لنا ناخذ فاصل براحتك يا عزيزي احبتنا مشاهدين قناة الايام فاصل مع الشاعر المبدع قاطع المياحي ونعود اليكم معقول نسينا وهانت العشرة معقول نسينا وهانت العشرة العشرة والعش طاح بينا وماتت الشجرة والعش طاح بينا ودفنا والشجرة يصفن الضحى والذكريات اخواماي والذكريات اخواي ويصب دمع عين اش ما تمر اش ما تمر ذكرى الشارح صار بيتي بيجين النوم على الميت غفل كان موتة الفقرة كان موتة الفقرة مثل ما تاكل الأرض الخشب مرات الجفان هيج حزنة ياكل بعمره ياكل بعمره بعد صوته بذاني وريحته بمكفاي ريحته بمكفاي واحزن للصحن لو مدوا السفرة لو مدوا السفرة ترى الحفر ليه حفرة بقصة التاريخ واسببها السهولة انضم بالحفرة رد تنشد سريرة من نجاه الموت من نجاه الموت آخر على آخر بيت على آخر بيت قال ويا حزن يقرأ جاب عينه شيني من غمض الدكتور ريح الصبخة لو بوابة البصرة ريح الصبخة لو بوابة البصرة روحي روح انطاها علي من لملك الموت لأن حتى بممات ما هو اليسرى ما دور ربح بالعمر لا مكفوض خسرت أغلى شخص شنه الذي انخسر أحبتنا مشاهدين قناة الأيام عدنا وياكم مع الحبيب كرار حبيبي أبو الأكبر الله يعزك يا أخوي شو أخبارك إن شاء الله ما الحمد تعبناك الحمد لله تعبكم راحة الله يعزك الله يسلمك يا بعد عيني يا أخوي
بصراحة الوالدة لباع طويل بالميدان والشعر أكيد نعم. أكو مواقف كلش مهمة، فأردت تسولف لنا في هذا موقف من المواقف. والله إن مواقف هواي ما ينعدن، بس راح أحكي لك سالفة مثل ما يقولون الناس اللي تقدر قلت مو مثل قبل، موجودة جيد بس مو مثل ما كانت. حلو. تقديرها احترامها إلى هذا مثلا الاحترام الخاص ويمون علي، وحتى لو كنت حتى لو كان هو غلطان لازم أميل على نفسي، لازم ما يخالف. جيد. زين. فموقف من مواقف تعرف الشيوخ العشائر، ناس عشائر دواوينها مفتوحة 24 ساعة. نعم. ما لها لا ليل ولا نهار. بالله صحيح. مرة من المرات والدي بالديوان نايم، فصار موقف. أنت موجود بهذا الموقف؟ لا أنا ما أنا موجود بالبيت وما أدري. ها يعني الوالد سولف. إحنا غرفنا فوق. جيد. الوالد سولف الموقف. الوالد بالديوان. الوالد سولف إنه من انتهت القضية. أها. فهو نايم بالديوان. والباب مفتوح مال الديوان. الباب مفتوح أكيد. باب الديوان مفتوح. دخلت بنية على أبوي هو نايم. أبا عباس بالله وبيك. دخيلة. موضوع يخص الـ يعني الشرف والعرض وهذا التفاصيل. أي مشاكل وخطورة به الموضوع حساس إلى درجة. هناك بعد يردون مثل ما يقولون يقتلون البنية. تعرف شلون؟ نعم. موضوع خطر جدا. وطلع الوالد فشاف أكو أمور. بعدين حل الموضوع ورجع الماء المجاريها مثل ما يقولون وانتهت القضية على حسب الأصول. نفس الليلة. نفس الليلة. ما شاء الله. بس شاف أكو صعوبة، شاف أكو معاناة لأن القضية مو سهلة. بس يمون على الأطراف. يمون عليهم على الأطراف، ونفس الوقت هم أكو ناس يعني عرضت على هذا الشيء، وهم أنت ليش متدخل بهيك أمور، تدخل نفسك بخطورة وما أعرف شنو. قال لهم أنا محمد المياحي. أو نعم. مرة دخلت علي البيتي لازم بعد لو أفديها بروحي لازم أحل القضية. وما هذا الكلام وأنتم كلكم ما أدرون. إحنا نايمين بالبيت تقريبا هو قال بالوحدة ونص بثنتين بثلاثة يعني بهذا الوقت. جيد. تمام. صارت هاي السالفة فانحلت الأمور الحمد لله، ورجعت اللي قلت لك المال مجاريها انتهت. فهو دائما يردد بهاي الأبوذية مالته والهوسة مال قبل آية قبل. شو تقول الأبوذية؟ سامحها كلكم سامعينها، بس احنا بعد احنا ما نكتب على هاي المواضيع. هو ما خلى موضوع ما كتب عليه. نعم. أبو عبيس تدري بي. أو نعم الله يرحمه. لما تشنى لما تشنى قبل حلوة الليالي. الله. قبل حلوة الليالي لما تشنى. قبل حلوة سوى ولو ردنا ناكل. الله. بويا سوى الله 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 ولو ردنا ناكل لما جنى السعد بيه رخص عنا السعد سعد بيرخ سعدنا لما كنا مرة صعودة وخذا من بين دي مع الأسف
أعوذ من الخطاب أهل الكسل خمسة مندم هذا الزمان البيردة وخسة. أحبها هاي كلش أحبها. أعوذ من الخطاب أهل الكسل خمسة مندم هذا الزمان البيردة وخسة. قبل آية قبل يختلف عن هسة. بالله صحيح. قبل كان الولد ما ينسمع حسه إذا يقعد أبوه بمحفله جلسة. الله يا أبوي. وقبل يتحير التلميذ علي لو مر المدرسة. وقبل لو مر عليك وقبل لو مر عليك العوز أخيك جدرك ترسى. وقبل لو سافرت لبعيد بيتك جارك يحرسه. قبل لو سافرت لبعيد بويا بويا بويا. قبل تطلب هدم من عنده وتلبسه. وقبل آيا قبل وش كثر بي ونسى. قبل ماكو غدر لا بوق لا علسة. قبل لو حكى الشيخ الطائفة خرسة. وقبل لو هوس المهوال كان واقف فريضة قبالك تحسة. وقبل حتى التعي لعلي الملح يوقف بعينه ويطي من نفسه. قبل حلوة السوالف. قبل حلوة السوالف عدنا كشياب تقشر بالحكي وتفلس تفلس تفلس. وقبل كان العشق سلطان تصلى عليه وتقدسه. وقبل كانت الفطرة وكان راحت بال ورغيف الخبز بميه غمسه. ورغيف الخبز بميه غمسه. قبل سرك كبير يطيح. قبل سرك كبير يطيح. ما واحد حكاه ولا نقل عكسه عكسه. وقبل لا سامح الله كون واحد مات. وقبل لا سامح الله كون واحد مات علي تلبس هدوم السود. كون البارحة معرسة. الله. علي تلبس هدوم السود.
كون البارحة معرسة وهاي أيام الشاب هذيك الباعوا بيهن يوسف. الله 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 كلمات بابيس هاي بابيس. الله 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 يحفظك أبو الأكبر. الله أنا أريد ما نسولف هواي، أريد نستنزفك شعرا بصراحة، أريد نستذكر الوالد ونترحم له الله يرحمه وتعالى. أكو هوسة أنا كلش أحبها البشر، تستذكرها؟ الله البشر كل ما يريد. أي إن شاء الله. البشر باني ها؟ اي هو يحب هالاطوار. نعم. البشر كل ما يريد يصير المهم عنده وفا واخلاص. صح. البشر كل ما يريد يصير المهم عنده وفاء وإخلاص. المهم عنده وفاء وإخلاص، كل من منهجه ويركب طريقه الخاص. كل منهجا ويركب طريق الخاص. تبي تشرب خمر لولي بن تشرب ويه بكل الأحوال قلاص. تبي تشرب خمر لولي بن تشرب ويه لولي بن تشرب ويه بكل الأحوال اقلاص. بس لكن اكو دربين، واحد للحسين وثاني لابن العاص. بس لا اكو دربين، واحد للحسين وثاني لابن العاص. الاصابع مو سوى وبالذرع مختلفات، واحد للخشم والثاني للمقراص. الاصابع مو سوى وبالذرع مختلفات، واحد للخشم الثاني للمقراص. الشر والخير مسابك، بس الزين يلحق بالشر والخير مسابك. الله 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 يحفظك. المحتوى كبير. انت شو تسولف هو عميق ما يخلص بنفس الوقت والوقت قصير، فاسمح لنا ناخذ فاصل. مشاهدين قناة الأيام، فاصل مع الحبيب قاطع المياحي ونعود إليكم. عرضوا عليك لتعرض الهوايا ابو عباس، عرضوا عليك لتعرض الهوايا مو فصلك جو كامل فصل اخدمك ولا ما مالت عقل دبتشو لما مالت عقلهم، ولو ناشدوا عنك شقلهم، لو ناشدوا عنك شقلهم. ناحت عليك الربع يا حيد،
قلوبهم تنور جاويت، قلوبهم تنور جاويت. آخ الشيب مو بس بلحيتي، الشيب مو بس بلحيتي، بويضت من شيبك ثنيتي، ثنيتي مطلوبة واديم حكم الإعدام، وبنصهم وضاعت هويتي، بنصهم وضاعت هويتي. أبو عباس سويت لك بيتي ونمت بيه وأنا عليك نجم بيتي، سويت لك بيتي ونمت بيه وأنا عليك نهجم بيأتي. اشقد صلف روحي بيوم الوداع، ودعت وادم بيها صيتي، ودعت وادم بيها صيتي. أنا أدرك العلوادم يتمويوت، بس أنا ما تلهو بريتي، أنا أدرك الوادم تموت بس أنا ما تلهو بريتي. رديت مستحيا تدي ويلي يا يا أبويا، رديت مستحيا تدي يدي، هلت التراب وعلى التجية، هلت التراب وعلى التجية، جبحة والجروح خطية. طميت عشرة الأولية، طميتي شاقيتهم بس ما يضحكون، كنت احسهم شوف العيون، هس علي بالله ايش يقولون، ناسين لو يتذكرون. العافني غربة وبلا وداع، أحلم بروح بيتك الساع، أحلم بروح بيتك الساع. أحبتنا مشاهدين قناة الأيام وبرنامج المهلهل، عدنا وياكم مع الحبيب، حبيبي أبو الأكبر الغالي كرار المياحي، كل الهلا، الله ألف خير. قرأت بالبداية مقاطع شعرية وقلت هاي إلي، هسا أنا شنو أقدمك؟ الشاعر الرادود، الرادود حسيني عن عمو أكرم، خلنا نسمع رده. هاي رده كلمات أبوي الله يرحمه، كتبها من كل قلبه هيك. أبوي من يكتب له شيء على الإمام الحسين سلام الله عليه، على السيدة زينب يبكي، هو يكتب يبكي، فكتب هاي. يا حديث كربلاء بأرض الطفوف، ويا عجوز الشام يا مبيض الزلوف. الله الله يا حديثة، يا حديثة كربلاء بأرض الطفوف، ويا عجوز الشام يا مبيض الزلوف، هالمسافات القصيرة. شفت ضيم وشفت حيرة، شفت ضيم وشفت حيرة. الله، هالمسافات القصيرة، شفت ضيم وشفت حيرة، عالي راسك يا أميرة، والخلق حولك يطوف، عالي راسك ما شاء الله ما شاء الله يا أميرة، والخلق حولك يطوف. قرأ لي هوسة للوالد، جدا أحبها،
وهي هدية من عندك للسيد المشاهد لكل أب. نعم، هاي القصيدة إن شاء الله. ترى الوالد حرز يحميك من الشر. ترى الوالد حرز يحميك من الشر. نعم. غطاك من البرد وفيايك من الحر. الله الله. ترى الوالد حرز صوت 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 يرحم والدك، نفس هذا الصوت بس أعلى. ترى الوالد حرز يحميك من الشر، غطاك من البرد وفيايك من الحار. الله. إش حالات لو زعله عليك يتأمر ويظل يزبد ويرعد وانت تتعذر. لو وحشة كبر لو مشى وسافر، أبوك حزامك المامون وبلا يحزام هالكارة الطشار. أي بالله. أبوك حزامك المامون وبلا يحزام هالكارة الطشار. هواي يبكي على الوالد لو طال غيابه، وايبكي على الوالد. الله. وايبكي على محمد لو طال غيابه. الله يرحمه ان شاء الله. الله يرحمه ان شاء الله. يقولون الخلف ما مات. يا بعدين يا ابو الاكبر. الله يعزك. قرار سلطن على اجواء الفاتحه. شفنا ما شاء الله من 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 كل محافظات العراق جاء. بصراحة باعتبار أنه أنت أبو فاتحة. نعم. أكو ناس قصروا ويا محمد المياحي بعدم حضورهم. والله مع الأسف إيه. أكو. أها. إحنا بالبداية بداية نشكر جميع أصدقاء والدي وجميع محبين محمد المياحي، وشكرا كل شخص اجى من غير محافظات. اكو بيهم ناس يعني من بغداد من باقي المحافظات ظلوا بالفاتحه، ما يعني قرا فاتحه وراح، لا ظل ذاب عقاله اللي يبكي. اكو ناس حزنت مثل ما حزننا احنا ولد محمد. الله. بالله اللي شفناه. اكو اصدقاء. هسه كل انسان عنده صديق يحكي له اسراره، صديق مفضل لازم، كانما مرتبه اولى. انت من خليت لك صديق مفضل مو معناها انت استنقاصا بالبقيه. نعم. لا، هذا صديقك المفضل يعني مشاكلك العائليه هو هم يدري بيها. فاكو ناس من هذا الباب كان يعدهم ابوي رقم واحد، رقم واحد عنده اكثر من اخوه، اكثر يعني شقل لك علاقتهم جدا قويه. وأكو ناس بالدرجة الثانية، نقول هاي بالدرجة الثانية مو معناها قلت لك استنقاصا. نعم نعم نعم، واضح. بالدرجة الثانية شفناهم حزنانين على محمد ويدقون ويلطمون وذبوا عقلهم أكثر من اللي بالدرجة الأولى. بالدرجة الأولى تليفون ما شالوا علينا. مو الكل. أكو بعض منهم. أكو بعض منهم. شنو قلت لهم؟ اللي كنا يعني معتقدين بأن هذول إخوان محمد المياحي، بنشوفهم حتى لو ما موجود أبوي بالبيت. تمام، وجد بيتي هم يدخلون البيت وقعدوا سالفه وضحكه ويانا احنا ولد محمد هم. شنو قلت لهم؟ على قوه علاقتهم. فشفت من عندهم قصور. هسه اكو ناس اجت ورا الفاتحه بان هذا كنت مسافر، كان عندي مريض، كان عندي ظرف. كل انسان عنده ظروفه طبعا، معذور طبعا. حتى اللي ما اجوا قلت لك هسه هم معذورين، جزء الله اعلم عندهم ظرف. فالظرف عطلهم. شكرا لهي اليوم الأخلاق. 20 يوم للفاتحه. شكرا لهي الاخلاق. فالله يسامح كل شخص يقصر ويا صديقه، الله يسامحه. احنا ما كنا متوقعينهم بهم قصور ويا محمد المياحي. شنو قلت لهم شعرا؟ قلت اجت وادم تعازيني،
اجت وادم تعازيني لجن قالوا لي خيعونه. اجت وادم تعازيني لجن قالوا لي خيعونه. اجت وادم تعازيني لجن قالوا لي خيعونه. قالوا لي شنو التبذير؟ كنا سأعترضوا حتى على العزوبية ما الفاتحة. أها. أي. قالوا لي شنو التبذير؟ قلت ما خيب ظنون. كفو. قالوا لي شنو التبذير؟ قلت ما خيب ظنون. اتباهى بتفقته من كان، اتباهى بتفقته من كان، يتنومس بماعونه بماعون. شلون 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 متون تشيل، شلون شلون متون تشيل القبل شاين بعيون يا ابوي. لجن بويا الك صحبان، لجن بويا الك صحبان، من غربت ما جونا ما جونا. مو انت تقول الزين كل ربعه يفقدون يا ابوي. مو انت تقول الزين كل ربعه يفقدون. نقول انت مغيظهم، نقول انت مغيظهم، احنا وياهم شو نسوي؟ الله 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 الله. مثل ما كانوا اصدقاء محمد، احنا هم ولد محمد كنا اصدقائهم وجيتهم للبيت. نقول انت مغيظهم، احنا وياهم شو مسوي؟ ليش التقصير هذا؟ ليش التقصير هذا؟ شنو ان شاء الله الغايب عذره وياه، الغايب عذره وياه. ودعتك مو نحكي هيك، احنا يجون نشوف السيد المخرج ايش بقى لنا والله. أيه. من سمعت راح نقرا علوانيات، انا حب طورك بالعلوانيات. يعزك الله ابوي هم يحب طوري بالعلوانيات. اي والله اكو ابوذية قراها قاطع المياحي. اي قاطع المياحي ابو فطيم اخونا هذا الكبير، ابو فطيم يستاهل هذا الرجل، اخونا الكبير. البرنامج طلع برنامج ابو فاطمه بالمناسبه، وسالوه سأله شاعر اثير التميمي ابو حيدر والنعم ابو حيدر، قال له من وريث محمد بالهوسه وهيك مواضيع، فقاطع المياحي قال انا. من قال هذا الشغله مو على بطر، لا هو صح، قاطع المياحي هو وريث محمد. ليش؟ محمد المياحي من كان يعد ولده، احنا اربع ولد محمد، منتظر وحسن انا وعباس الكبير، بس من يسالونه ابو عباس ايش قد عندك ولد، يقول لهم سته، احنا الاربعه اللي عديتهم لك ورعد المياحي وقاطع المياحي. انعم واكرم والله، وموجودين كلهم اخواننا من كافه المهاوي، الاصدقاء كلهم على الراس اخواننا، لكن هذا رد محمد المياحي. والنعم شيقول رعد، شيقول قاطع، قاطع المياحي يقول بستهم هاي قاعدين بالديوان، انا الساق والدي الطرف بعد الفاتحه، بعد الفاتحه أي. الطرف مال والدي ضامه بالسياره، مالته مال والدي بالسياره،
صار جبنا صورة علقناها بالديوانية وجبنا طرف قعدت أبو طيم هيك باو على الطرف قال بستها بستها مريض الروح بفراقك مريض الروح بفراقك بستهم وظنت ارتاح بمكانك الله وظنت ارتاح بفراقك بستهام لو ان ترضى طرف ساقك لو أن ترضى طرف رجلك بستهام أريدك بالقبول ترضى علي ترضى علي محمد أنا يا أبوي اختصرنا الدواوين يرحم والديك خلصنا عيوني والدواوين والدبش على روحي والدبش على روحي والدواوين لسبب ما أعرف علتي طرور طر اللوح قلبي والدواوين أنا مونس المجالس أنا مونس المجالس والدواوين اش عجب ما حد ذكر نومر علي يا ابويا الله 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 شكرا شكرا يا كرار شكرا جزيلا ربي يحفظك الله يرحم روح الوالد ان شاء الله الله يرحم موتاك ويتغمد في سيح جناته امين يا رب العالمين الله يسلمك يا وصلنا لختام الحلقه اخر كلمه ويا كامرتك للسيد المشاهد شكرا لك ابو الاكبر العفو وجزاك الله خير وشكرا للمخرج وللكادر وللمشاهدين يا محبين محمد المياحي بكل برنامج انا متواجد به وبكل ميدان وبكل جلسه راح تسمعون شعر محمد المياحي انا عمواك انا لسان والدي محمد المياحي ومحمد المياحي بوجودكم وانتم محبينه بوجود هاي الناس الطيبة اللي تذكر بالخير بكل جلسة محمد ما مات إن شاء الله يا ربي فراق نعم لك.
شكرا جزيلا. موت ما مات محمد ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا لله رب. احبتنا مشاهدين قناه الايام وصلنا وياكم الى ختام حلقه هذا اليوم. شكرا للرادود كرار المياحي حبيب. شكرا بالأكبر. للشاعر الكبير والمبدع اللي كان ويانا بالفواصل الحبيب قاطع المياحي. شكرا لكم انتم. كان في الاعداد والتقديم اخوكم علي المنصوري. في امان الله.